وسهلا بكم مشاهدينا وحياكم الله معنا مع هذه الانطلاقة الجديدة لأسواق المباركية. سعداء جدا بهذا التواصل الأسبوعي معاكم عبر الفضائية الكويتية يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع. نلتقي معاكم في هذا المكان التاريخي والتراثي والتجاري في دولة الكويت. نلتقي مع أخواننا المواطنين والمقيمين وزوار دولة الكويت في هذا المكان أسواق المباركية. أيضا نطلع عليكم عبر الفضائية الكويتية من خلال فقرات متعددة ومتنوعة وفرق شعبية. اليوم معنا فرقة حمد بن حسين الفنون الشعبية، وأيضا معي زملائي منال ونجيب اللي أقول لهم مساء الخير. مساء الخير سعد، مساء الخير مشاهدينا الكرام، حياكم الله معنا في حلقة جديدة من برنامج أسواق المباركية. مثل ما عودناكم في نهاية كل أسبوع نطلع عليكم يوم الخميس والجمعة عبر الفضائية الكويتية من الساعة 8 للساعة 9 وياكم على الهواء مباشرة، مواضيع منوعة وضيوف مميزين بالإضافة إلى الفنون الشعبية واللقاءات الجانبية اللي تتم عن طريق زميلنا نجيب القحطاني مع رواد أسواق المباركية ومحبي أسواق المباركية. ونقول مساء الخير حق نجيب. مساء الخير. مساء الخير منال، مساء الخير سعد، مساء الخير مشاهدين تلفزيون دولة الكويت من داخل الكويت ومن خارج الكويت وكل من يشاهدنا على الشاشة الفضائية الكويتية. ومثل ما عودناكم زملائي مثل ما تفضلوا أن أسواق المباركية خميس يمعة أجواء حلوة جميلة. صدنا اليوم الجو رطب لكن ما شاء الله هالجمهور اللي تشوفه الصراحة يوخر عنك هالرطوبة الحلوة هذه. نعم. أكيد. عموما أهلا وسهلا بالجميع وإحنا معاكم عبر الفضائية الكويتية من أسواق المباركية. فاصل وننتقل لفرقة حمد بن حسين للفنون الشعبية. هم عزي وسنادي، لعبتي هم عزي وسنادي، لعبتي هم عزي وسنادي، لعبتي هم عزي وسنادي.
يعانونه. من حربهم ما يهابونه. رجالنا بالحرب وقادي، رجالنا بالحرب وقادي، رجالنا بالحرب وقادي، رجالنا بالحرب كلهم بالروح يفدونه، كلهم بالروح يفدونه، كلهم بالروح يفدونه، من تهجوى لابتي غادي، من تهجوى لعبتي غادي، من تهجوى لعبتي غادي، من تهجوى لعبتي غادي، أشهد إنه خابت ظنونه، أشهد إنه قواهم قواهم عاشق. يعطيهم العافية فرقة حمد بن حسين على بدايتهم والعرضة الجميلة اللي سمعناها احنا ومشاهدينا الكرام ورواد أسواق المباركية. فن الكروشيه قصته قصة، كلنا نعرف فن التريكو والعصايتين، لكن الكروشيه يعتبر نوعا ما فن جديد حق الهواة واللي يحبون الكروشيه وشغل الكروشيه، مثل ما انتم شايفينه معاي هني وهالأسلال الجميلة كلها من فن الكروشيه. شنو هو وشلون تعلمته ولوين وصلت؟ هذا كله بنعرفه مع المدربه والمتخصصه لفن الكروشيه انفال البلوشي. حياك الله انفال، اهلا وسهلا. اهلا وسهلا فيك انفال، يعطيك العافيه. حياك الله. في شغلات جميله جدا قاعده تسوينها من فن الكروشيه، هذه الورده، هذا الايس كريم سويته انت دعايه، السله اللي مسويتها، عنكود العنب. شلون تعلمتي؟ شلون تعلمت؟ تعلمت أول شيء من يعني كانت من تصفح بالبداية، بعدها شوي شوي مارست، خذيت بالكتب، تعلمت عن طريق الإنترنت وبالممارسة مرة مع مرة خذ المجال هذا. يعني تعلمتي من النت، من الانترنت؟ من الانترنت، مو من وحدة؟ لا لا لا، ما مشيت مع دورات او تحت ايد مدربة. لا. ايش يفرق الكروشيه عن التريكو؟ الادوات في النقشات، يفرق في حتى في يعني الطريقة، طريقة الاستخدام. شنو الادوات اللي قاعد تستخدمينها انفال؟ السنارة. اي هذه السنارة. بس هنا عندك اكثر من سنارة. مقاسات، هذه السنارة مقاسات. اي
هي استخدام السنارة الوحدة ومع الخيط البكرة. طبعا في ماركر في مقص، هذه الأشياء اللي يعني المساعدة معي. يعني هما أحجام؟ هما أحجام على حسب الخيط اللي تستخدمينه. على حسب الخيط، وكل حجم يعطيك الشكل اللي انت تبينه او الحياكل اللي انت تبينه. اي خيط استخدمه لازم يكون في عندي مقاس ابره معينه استخدمها. نعم. او سناره معينه، ما ينفع استخدم خيط ضعيف مع ابره او سناره وايد يعني مقاسها عريض. بس انا اللي يعني ما عندي خبره وايد بالكروشيه، بس اعرف بالتريكو نفس السناره. هو لا، التريكو يختلف عنها انها مو معكوفه، مو وايد شويه. اي تاخذ مدببه شويه زياده. أيه عن تكون مدببه. أيه. وتستخدمين العصاتين. عصاتين مع بعض. في طرق ثانيه احترافيه شوي تستخدم فيها العصايه الوحده في التريكو. هذه الكروشيه لا، ولها انواع، مو بس كروشيه، في كروشيه بعد تونسيه، والكروشيه التونسيه تختلف عنهم. شو يفرق؟ نفس السناره لكن تاخذ طول اكثر. اي وبنفس الوقت نكشتها يعني طريقة الغزل فيها تاخذ شوي يعني. الحرفة هذا شنو يبي لها أنفال؟ صبر صبر صبر, صبر طولة بال. يعني هالأشياء مطلوبة. أنا طرى على بالي الألوان، يعني هل يعني هل أنت تشاركين ولا يعني الألوان جاهزة، يعني الماتيريال جاهزة ولا أنت تصبغينهم؟ يعني في أن أنا أخذ الألوان أخلطهم مع بعض، وفي كتير بكرة جاهزة مدرجة بالألوان، يعني مدرجة بالألوان المطلوبة. حلو. نعم. تمام. في عندنا فاصل نشوف في شغلة أنفال مع المشاهدين، ونرد نكمل حديثنا مع أنفال البلوشي. نواصل معاكم مشاهدينا في أسواق المباركية في هذه الأجواء الحلوة والجميلة اللي تجمعنا مع أخواننا المواطنين والمقيمين في أسواق المباركية، ونكمل حديثنا مع أنفال البلوشي. هلا وسهلا فيك أنفال مرة ثانية. هلا فيك. حق كل الأعمار أنفال قاعد تسوين هالشغلات هذه؟ كل الأعمار. كل الأعمار من غير استثناء، من المواليد من مو يوم إلى يعني الوالدين. ما شاء الله. أنفال، أنا الحين قاعد أشوف السنارات التي قاعد تستخدمينها أحجام. صحيح. وأكيد كل حجم له البكرة الخاصة له أو الخيط الخاص له، كل حجم يعطيك شكل معين. الحين هذا أنت سويته حق مولود، حق طفلة أشهر. شنو السنارة اللي استخدمتيها؟ العريضة؟ لا، هذه ثلاثة ونص، مقاس ثلاثة ونص. اللي هي هذه؟ لا، في عندك الزرقة اللي بيدك هذه. أنا أعطيك إياهم وانت قولي لي على كل سناره شنو استخدمتي. يعني الحين مثلا هذا الشال نفس السناره، السناره رقم ثلاثة ونص. شلون تحددين الرقم السناره او شكل السناره حق؟ شوفي، هي لها طريقتين. ايه؟ الطريقه السهله على كل بكره. ايه؟ في تعليمات، التعليمات هذه تساعدني ان انا اختار الاقرب الى الخيط. يعني ممكن اختار السناره هذه ويعطيني يعني يعطيني بين البينين شنو تقدرين تستخدمين. وفي طريقة احترافية الحين أنا قاعدة أشوف مع مشاهدين الكرام، أنت قاعدة تستخدمين سنارة واحدة وتربطين الخيط على أصابعك وتشتغلين. أي. صعبة.
لازم تعلميني. البداية صعبة. وين بكراتش؟ ما هو قاعد نشوف السرعة أنفال بعد يعني قبل شوي تقولين صبر يعني صبر والسرعة يبي لها واحد ذهنه صافي شوية. في يعني في معلومة دائما أقولها حتى حق متدرباتي. أنا أول ما اشتغلت بالكروشيه السلسلة قعدت فيها أسبوع. هم معي ساعة. لأنهم محترفات أكثر. المدرب متدربات صغار بنات صغار البنات اللي أدربهم يعني أي. أنا بروحي قعدت فيها أسبوع. البنات اللي أنت تدربينهم مو المدربات اللي أنت قاعدة تدربين معهم ما شاء الله عليهم. يعني بالبداية كنت وايد وايد بطيئة بس لما كنت أشتغل مرة مع مرة وكان بشكل يومي إلى يعني صار إدمان لين ايدي خذت بسرعه. انفال يتروالي هذا يبي له وحده فاضيه قاعده بالبيت ما فاضيه ما عندها دراسه ما عندها دوام ما عندها بيت لانه يبي له طوله بال. انا موظفه وطالبه بنفس الوقت ما شاء الله عليك. هذه ايش كثر قعدتي فيها؟ هذه يومين بس بساعات متفرغه يعني خذيت مني يمكن يعني اذا بقول متواصل 4 ساعات. تسوين على الطلب؟ على الطلب. على فكرة يعني أنفال شغلة شتوي يعني أشوف يعني ثقيل. هو شتوي لأن اللي متوارث لنا هو شتوي بس نشتغل فيه بالصيف وفي وايد ديزاينات نقدر نسويها للصيف وخيوط للصيف. خيوط الصيف تاني بغيت أقول لك اعتمد على الخيوط الماتيريا والمادة اللي تجيبينها الخيوط هل كلها متوفرة بالسوق الكويتي؟ أمانة لا يعني نضطر أحيانا نطلب أوردر من برا يوصل لنا. مو بس لان الماتيريال الكواليتي ضعيفه يعني يمكن اذا بعدهم 5 ماركات بس عندنا هني بالكويت وما تحصين كل الالوان وايد. على فكره يعني انفال يعني لازم بالايد يعني ما شفتي مثلا في جهه معينه ولا دوله معينه من خلال سفراتك انه يشتغلون بالمكاين يعني هذه الهاند ميد 100% احلى يعطيك حتى انت لما تلمس القطعه تحس انها يعني جوده فيها الجوده صح. شلون بداوا البنات يتعرفون على انفال البلوشي ويتواصلون معاك عشان تدربينهم على فن الكروشيه؟ من خلال اكاونت طرح علي فكره التدريب ورحبت فيها الصراحه ما اجلتها مع ان انا بيني وبين نفسي كنت مأجلة الفكره بس صار في تشجيع من الاكونت من صاحبه الاكونت. يعني ليش تبي تاجلين فكره ان تدربين مع العلم ان انت قاعده تشتغلين في الكروشيه من 2012؟ شوفي فكره التدريب وخصوصا اذا كانت اعمار صغيره يعني على الاقل انا كان في خوف بيني وبينهم ان ممكن ما اقدر اوصل لهم المعلومه صح خصوصا ان انا لما تعلمت حتى على اللغه الانجليزيه فيمكن الحروف او الكلمات الاختصارات يعني يمكن ما يستوعبونها. اي صحيح. بنفس الوقت ان هل انا اقدر اوصل لهم المعلومه؟ من خلال التدريب قدرت اكتشف نفسي ان انا قادره اوصل لهم المعلومه الحمد لله. طلعوا من يعني من الدورات مستانسين ولليوم يتواصلون معي في شغل قاعد يشتغلونه فوايد يعني وايد هذا الشيء يمكن يفرحني انا بنفس الوقت يعني الفن هذا قاعد ينتشر يعني ما هو واقف. انا بس بدي اسالك ايش معنى اخترتي فن الكروشيه يعني؟ يمكن شويه اكون بعيده عن خط الوالده لأن الوالده تريكو ايه وانت ما يعني ما حاولتي تمشين على خط الوالده لا. تطورين شويه بعدين استهويتها هي حسيتها يعني هي حسيتها قريبه مني صار في لغه بيني وبينها. اكبر قطعه انفال سويتيها اكبر قطعه؟ اكبر قطعه بلانكت كامبل. ايه كامبل وسويته اكثر من مره على حسب يعني اوردرات كانت تنطلب مني. اغرب اوردر ييلك يعني مشاهدينا الكرام نشوف معنا على الشاشه يعطيهم العافيه مخرجنا حاطين لنا لقطات من فن الكروشيه للمدربه والمصممه انفال البلوشي. حركه الايد انا قاعد الاحظها انها تكون شويه سريعه عدل لما يعني اي ايد تستخدمين؟ انا استخدم اليمين ولا طريقتين يعني مرة استخدمها مثل السكين ومرة استخدمها مثل القلم. ايش تفرق الطريقة عن يعني هذه كذي اي واشتغل عادي احيانا امسكها كذي ايش تفرق؟ ما تفرق شيء هي مسكة بس شنو اللي يريح الايد
شنو اللي يريح الأوتار، شنو اللي يريح العضلات في الإيد، بس هذا هي. طبعا لأن تقعدين 3-4 ساعات فلازم تكونين مرتاحة وانت قاعدة تشتغلين عليها، تجهد يعني الحركة هذه وايد تعب، حيل حيل التعب. تجرحتي وايد أنفال قبل يعني تجرحتي وايد قبل الدشين وتتقنين العملية هذه؟ اي والله وايد تعبت. لكن والله الحمد يعني قاعد نشوف يعني يعني الجودة حلوة وراقية جدا يعني، الله يعطيك الصحة والعافية والله. أنفال أقرب أوردر وصلت؟ لا هو مو أغرب أوردر، أنا يمكن ما يعني ما أسوي أوردرات وايد بحكم إن أنا مرات أقطع يعني. أي. بس أغرب قطعة اشتغلتها كان نفنوف، قبل أسبوع نزلته تقريبا في الأكاونت مالي على الإنستغرام، فكان شوي يعني في دقة بإني أنا شلون أدقق على تدريج البكرة، أحافظ على تدريج البكرة وبنفس الوقت إنه هو يعني ما أخذ عارفة جسم الملكان، ايه؟ فما أخذ القصة القصة كلها، عرفتي؟ حق طفل ولا حق؟ لا حق سيدة. سيدة شغلك كله بناتي يعني ولا؟ لا أشتغل الشباب الرجال. شدنا في خاطرك. شوف هذا ولادي، هذا ولادي. ما شاء الله يعني الجودة عالية، الله يعطيك الصحة والعافية. هذا ولادي يعافيك. إيه هذا فست. بس ألوانه مو ألوان ولادي يعني كلش. ليش ليتي؟ ها يصير حق الصوبين. حلو ما شاء الله صراحة. إيش كثر أخذ منك؟ كم يوم؟ ثلاثة أيام. بس والله ما شاء الله شغلك نظيف يعني، حتى تكفيله مالتك نظيفة. برافو عليك إن أنت تعلمتي عن طريق النت وقريتي عن فن الكروشيه وما قعدتي تحت إيد متدربة مع مدرب أو مع أحد. لا أبد ما حاولت أني أدش دورات أساساً، الوقت ما كان يساعدني. الوقت اللي كان يساعدني أن أنا قعدت في البيت مع اللابتوب والإنترنت أني أبحث، مع الكتب أقرأ أطالع فيديوهات يعني شوي قدرت. أن في بنات أنفال مثلك يعني، في بنات كويتيات قاعد تواصلين معاهم على نفس مهنتك نفس الحرفة هذه؟ في تنافس يعني؟ في تنافس، بس تقدرين تقولين كل واحدة لها خطها يعني. أنا شوي ابتعدت عن خطوط البنات الموجودين، ما اشتغلت بس بالشالات، لا أنا متخصصة في الملابس بشكل عام يعني، مو حابة اشتغل في نوع واحد، لا حابة أني أنوع وبنفس الوقت انه يكون لي كولكشن كامل. اذا دامنا في منافسه بينك وبين زميلاتك وبنات محبين او يحبون فن الكروشيه، هل تنضمون كلكم تحت مظله واحده، مؤسسه واحده ولا؟ لا للامانه لا يعني، ما في مؤسسه ولا حتى رابطه او لجنه او مركز يضم. ما حاولتوا انتم تسوون رابطه تتجمعون كلكم مع بعض؟ احيانا تصير في اجتماعات لقاءات في المجمعات، معارض أنفال تشاركون معارض تلتقون مع بعض أنت بشكل شخصي؟ هم يشاركون، أنا ما شاركت. ليش؟ أنا ما شاركت معرض. بالنسبة لي المعرض تو الناس يعني، أنا ما أفكر معرض كثر ما أفكر يكون بزنس خاص فيني. نعم. بس ما أدري ليه يعني أشوف أنا تو الناس. حلو، الله يعطيك العافية أنفال، الله يوفقك وإن شاء الله المرات الجاية نشوف أعمال جميلة حقك. سلمين عمري. إن شاء الله، شكرا جزيلا لك، إن شاء الله يعطيك الصحة والعافية. مشاهدين احنا بتواصل معاكم في أسواق المباركية، فاصل ونرجع مرة ثانية إلى فرقة حمد بن حسين للفنون الشعبية.
والدوم الأزرق سيما وجينا.
نتجول معاكم في اسواق المباركية وقلنا خلنا نروح حق ابو جراح. ما شاء الله عنده عملات كويتيه قديمه اللي اذكرها طوله الحسه وشغلات الثانيه عملات النقديه الكويتيه. لك ابو جراح مساك الله بالخير. مساكم الله بالنور، شاكركم على الاستضافه وندل هذا على حرصكم على دولتنا الحبيبه الكويت، وباذن الله ان شاء الله راح نقدم لكم شيء بسيط جزئيه من جزئيه هذا التاريخ العريق لدوله الكويت، الا هي العملات، وهي وثيقه حيه واثبات لهذا التاريخ لعمق الاستراتيجي لدوله الكويت. نتكلم اليوم اذا الله اعطانا عمر عن عمله تم تداولها اثناء وقبل نشأة دوله الكويت وبدايه نشأة دوله الكويت، هي تسمى الطويله أو الماشة أو طويلة الحسة أو عملة بن عريعر. فهذه العملة من أشهر العمل اللي تم تداولها في الكويت، وهذه العمل يعني من العملات النادرة وتاريخ يثبت تاريخ دولة الكويت قبل وأثناء نشأة دولة الكويت. خلنا نراويها المشاهد الكريم، شنو هذه العملة اللي بيدينك اللي موجه؟ احنا شو ما شاء الله أكثر من نوع عندك موجود، هذه العملة اللي موجودة. هذه العملة اللي تشوفونها تسمى الطويلة أو الماشة أو طويلة الحسة أو طويلة بن عريعر، فمنها الفضة وفضة بالنحاس والنحاسية. طبعا من أشهر العملات التجارية قبل نشأة دولة الكويت، وكانت فضة، مع مرور الأيام صارت فضة بالنحاس، وبعدين تمت كعملة مستقلة لبن عريعر. والكويت بذاك الوقت يعني ضمن أراضي بن عريعر كبر النشأة، هذا نحن نتكلم، فهم شون؟ وبعد نشأة دولة الكويت تم التعامل فيها، وخاصة اللي هي العملة طويلة الحسة النحاسية. يعني خلنا نقول سعرها شون؟ في لها سعر معين؟ الأسعار ما هي الأسعار الحالية، لأن بذاك الوقت اللي كان يعني مطروح معاها الريال الفرنسي، وهذه نشأتها قبل نشأة الربيات، يعني الربيات 1845، هذه نشأتها من عام 1500 نحن نتكلم، والريال الفرنسي 1780. ف يعني تقدر تقول كل ثلاثة نحاس تعادل واحدة فضة، وكل ثلاثة فضة تعادل ليرة من الذهب، فشيء يعني بالتاريخ غير قسمته غير توزيعه عن توزيع الحالي. ولكن إذا عرفت إن كم تسوى، ممكن 50 قطعة فضة تشتري لك أراضي مشبت. ما شاء الله يعطيك العافية أبو جراح، عساك على القوم، إن شاء الله عرفنا على معلومات جدا طيبة. مشاهدي الكرام نطلع فاصل نرجع نتواصل معاكم في أسواق المباركية. حياكم الله في أسواق المباركية، حياكم الله في أسواق المباركية، حياكم الله في سوق المباركية، حياكم الله في أسواق المباركية، تعالوا الصوب أسواق المباركية، حياكم الله في أسواق المباركية. يعطيهم العافية فرقة حمد بن حسين وزميلنا نجيب القحطاني على تغطيته الجميلة والحديث عن العملات. احنا مو قاعدين نسمع الصوت بس اتوقع كان مع صاحب او متخصص بالعملة الكويتية. مشروع يهدف لتحقيق رؤية حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح حفظ الله ورعاه للاهتمام بالشباب وإشراكهم في قيادة التنمية. بين قوسين نقول مشروع كفو. شنو هذا المشروع وأهدافه طموحاته رؤيته المستقبلية؟ هذا كله بنعرفه مع مدير مشروع كفو الدكتورة فاطمة الموسوي. حياك الله ويا هلا يا مرحبا فيك. الله يحييك ومشكور على الاستضافة. أهلا وسهلا فيك دكتورة. هلا والله، حياك الله معنا. الله يخليك. عندنا تقرير عن الموضوع عن كفو نشوفه ونرجع مع دكتورة فاطمة الموسوي. بكفو تقدر تبني سيرتك الذاتية،
تبحث عن كفاءات وتتواصل معهم، تعلن عن فرص تعاون وتبدأ حلقات نقاشية، تقدم على فرص التعاون المعلنة، وتقدر تنضم لمجتمعات كفو لتبادل الخبرات والمعرفة. وإذا حاب تتعرف على مستجدات كفو ونشاطاتنا، تصفح إعلانات كفو، حمل تطبيق كفو الآن. كفو، كفاءات، فرص، وطن. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا من جديد. نرحب مرة ثانية بالدكتورة فاطمة الموسوي، مدير مشروع كفو. أهلا وسهلا فيك دكتورة. الله يخليك. الله يحفظك دكتورة. أعطينا فكرة عن أكثر عن كفو، شنو المقصود فيها؟ مشروع كفو، طبعا احنا نستخدم كلمة كفو اختصارا لكفاءات الكويت لفرص مستقبلية، وخليناها بالانجليزي بعد كويت اتشيفرز فور فيوتشر اوبورتونيتيز، فحولنا كلمة كفو العربية لكلمة انجليزية بنفس الوقت. هو عبارة عن منصة إلكترونية تسهل عملية البحث، التواصل والتعاون بين الكفاءات. هو أحد مخرجات المشروع الوطني للشباب لكويت تسمع، ويا في توصية أن نبني قاعدة بيانات تعرف المجتمع بالكفاءات الشابة. فمن وراها صار يعني هذا المشروع، مبادرة من الديوان الأميري، ويعني احنا الحين قاعد نشتغل فيه. يعني هدف المشروع ان يعرف المجتمع الكويتي بالطاقات والكفاءات الشبابية الموجودة لسوق العمل، مو بس حق سوق العمل، يعني في وايد مثلا مجالات حق التعاون. وايد ناس مرات يقولون والله احنا ما ندري وين شخص متخصص بمجال معين، او هو مثلا في شخص ممكن بيسوي مشروع محتاج كفاءة معينة، فنقرب الكفاءات اكثر مع بعض على اساس ينتجون مشروع مشترك. وين يدش دكتورة يعني حتى ياخذ هالمعلومة هذه؟ هو عندنا احنا موقع وتطبيق. انزين، فيقدر ينزل تطبيق من الابل ستور ولا بلاي ستور، موجود التطبيق حاليا واطلقناه يوم الثلاثاء اللي طاف. وبنفس الوقت احنا بالانستغرام هم يقدر يتواصل معنا اذا يحب. عندنا فعاليات غير الموقع نفسه، فعاليات دورية يعني. حلو. قبل أن نتكلم عن فعاليات كفو، مو ملاحظة ان في اكثر من موقع واكثر من موقع انترنت واكثر من السوشيال ميديا متخصصة بنفس طريقتكم ان استقطاب الكفاءات الشبابية وتعريفهم حق المجتمع او حق الشركات او حق وزارات الدولة؟ احنا شيء مشابه اكثر، انا ما ابي اقول اسماء عشان لا تكون دعاية يعني. لا عادي، بس ان احنا اكو شركات خاصة تسوي توظيف. بالضبط، احنا هدفنا مو توظيف، احنا هدفنا تبادل المعرفة. اذا في شخص بيوظف هذا كيفهم، هذا نوع التعاون اللي بيسونه بينهم بين بعض. بس احنا بنعرف المجتمع بالكفاءات، نبي نفتح فرص التعاون بينهم وبين بعض. فممكن واحد يبي تطوع، يبي استشارة، مو شرط انه يبي وظيفة، بس يبي يتقرب مع الناس. صح. غير كذي عندنا شيء اسمه مجتمعات كفو، اللي هم صفحات على اساس الاشخاص اللي عندهم نفس الاهتمام ممكن يتحاورون، يعرضون مثلا اذا عندهم فعاليه معينه، مناسبه، مشروع بهذا المجال، يطرحون، يقدرون يطرحون سؤال واحد غيرهم يجاوب، فيكون اكو فيه من نوع التبادل. عندنا 9 مجتمعات حق هالسنه، اللي هم مجتمع العمل الانساني، مجتمع الثقافه والفنون، علوم التكنولوجيا، تعليم، بيئه، رياضه، اعلام، صحة. يعني على فكرة دكتورة، يعني ما شاء الله عندكم أكثر يعني من باب حق هالموضوع. ولكن يعني هالأسبوع هذا، يمكن قبل يومين بديتوا بالملتقى الثاني، هل يعني خلال هالملتقيين يعني قدرتوا تبنون قاعدة كبيرة، قاعدة بيانات كبيرة لأكبر عدد من الشباب؟ خلي أقول لك شغلة، احنا من الملتقى للملتقى هذا، يعني قبل الملتقى الثاني كان عندنا 1500 شخص مسجل. وراء الملتقى الثانية بس أطلقنا، والحين هالحملة صار عندنا 2000 وتقريبا 700 شخص. دكتورة بس عفوا عشان ننوه حق مشاهدين الكرام، إنه على الشاشة ظهر عندنا موقع مشروع كفو للي حاب يدخل ويشوف فعالياتهم ويشوف إنجازاتهم ويشوف شغلهم، واللي حاب ينضم لفريق مشروع كفو. تفضلي دكتورة. الله يخليك. قلت لنا من يومين قاعدة البيانات، كان يوم الثلاثاء كان عندنا الملتقى. طبعا احنا الملتقى الاول كان عندنا متحدثين، الملتقى الثاني سوينا شيء مختلف. احنا الحين حق كل مجتمع اخترنا شباب سميناهم مرشدين، هم يرشدوننا للمجتمع والكفاءات الموجودة ويرشدون المجتمع لنا، فهم يعني نفس حلقة الوصل. وحطوا تصور لفعاليات قادمة ان شاء الله، فهذا التصور كان قاعد يناقشونه خلال الملتقى.
فصار أن طرح الأفكار مناقشة الخطة على أساس نكملها خلال السنة. إحنا كل شهر راح يكون عندنا 9 فعاليات، وهالفعاليات حاولنا نربطها مع رؤية الكويت، رؤية الكويت جديدة. فعلى كل شهر راح نركز على ركيزة معينة. أعطينا الفعاليات 9. لا 9 كل شهر، فمو حافظ الفعاليات كلها. الفعالية القادمة شنو راح تكون؟ طبعا احنا الركيزة الجاية راح نركز عليها مع رؤية الكويت هي الجلوبال بوزيشنينج، اللي هي مكانة دولية للكويت. تمام. فراح نجيب شخصيات اللي انجزوا عندهم جوائز عالمية في المجالات اللي ذكرتهم بالمجتمعات. فمثلا مجال الصحة لأننا نستضيف شباب منجزين وماخذين جوائز عالمية، فيكون أن تعريف المجتمع بهذول القدرات. وكل شهر عندنا ثيم مختلف وكل مجتمع عنده فعالية فيها. حلو دكتورة، يعني منو قاعد يستفيد من قاعدة البيانات هذه؟ وايد من الشباب قاعد يستفيدون، ما أقدر أحط لك الاسم. يعني بس هل في جهات مثلا حكومية ثانية ولا أفراد؟ هو احنا الحين تركيزنا بالبداية هو أن يكون الأفراد مع بعض. إنزين. بس بنفس الوقت الحين عندنا هم يعني تعاون مع جهات مختلفة. احنا قاعد نحاول نركز أن الفرد يقدر يلقى نفسه ويقدر أن يوصل حق جهات مختلفة وأفراد غيره. يعني ما نبيهم ينطرون، يعني دائما العمل الحكومي يمكن يطول شوية، بس إذا الشباب هم اشتغلوا مع بعض ممكن وايد أسهل يكون شغلهم وأسرع. وبعدين المعرفة هي اللي يعني الأساس. احنا يوم نقول لما نصير عندنا اقتصاد معرفي لازم أن أحط أداة اللي ممكن تبادل المعرفة فيها. حلو، صار في تواصل شوية. خلينا نوخر عن الجهات الحكومية، احساس أن مثل ما ذكرتي أن شوية الإجراءات والروتين عنده مطول. القطاع الخاص، ما اتجهتي للقطاع الخاص أو الشركات القطاعات النفطية أو شركات قطاعات الاتصالات؟ الشباب يكون عندهم احنا طبعاً تواصل. شريكنا الاستراتيجي هو وزارة الدولة شؤون الشباب، كون أننا قاعد نهتم فئة الشباب. طبعاً وزارة الإعلام ما تقصر، دائماً يستضيفونا ودائماً يساعدونا بهالشيء. هالسنة طبعا حتى خلال السنة كان إذاعة نبض الكويت داعمينا، وحطينا تقريبا 150 شاب وشابة طلعوا على الراديو وقدم تعرف عليهم المجتمع. غير كذي عندنا شركات يعني بنك بوبيان وبنك الوطني وشركة البترول شاركت هالسنة يعني، فالحمد لله. والصندوق الوطني كان معنا بعد، ففي تفاعل وفي جهات قاعد يشاركون، وان شاء الله في مجال مفتوح بعد حق وايد اشياء. دكتوره راح نتواصل معك ان شاء الله، ولكن عندنا فرقه حمد بن حسين مشاركه معنا اليوم في حلقه اليوم في اسواق المباركيه. نروح حق فرقه حمد بن حسين الفنون الشعبيه بعد هالفاصل ونرجع مره ثانيه. حياكم الله أسواق المباركية.
يعطيهم العافيه فرقه بن حسين على فنونهم الجميله. والحديث بقيه مع الدكتوره فاطمه المسوي مدير مشروع كفو. كفو اسم، شلون اخترتوا الاسم؟ بس انا بعرف الاسم بروحه ترى قصه، اخذنا 6 اشهر عشان طلعها. ابي اعرف اختياركم الاسم. طبعا احنا حاولنا ان نستخدم كلمه سهله ونقدر نحولها بالانجليزي، فهذا كان التحدي، لان احنا نشوف ان المشروع نبي يكون شيء عالمي او على الاقل يعني له صيت كبير، ف يعني حاولنا قلنا نبي شيء يرمز للكفاءات، شيء يعني كنا قاعد نحاول نستوحي كلمات، وصراحه يعني خذ لنا وايد وايد وقت اساس ان نقدر نوصل. لا وكلمه كويتيه كفو. اي يعني الكلمه هذه تنقال بكلمه. هو صراحه اول شيء مستشار الامير الدكتور يوسف ابراهيم الله يحفظه قال ابي كلمه كفو، بس كتبناها اول مره KAFU وقاعدين نحط كلمات وكذي، قلنا ماكو شيء باليو يركب. بعدين يعني بين طبعا قعدنا احنا مع كذا حلقه مع مختصين مع كذا شخص قاعد نحاول نطلع كلمات، وسبحان الله يعني بعدين اللي فكرنا بكل الحرف الاو وحطيناه وطلعت يعني السنتنس طلع صح. دكتوره على فكره يعني عندما نقول قاعده بيانات، هل هذا انتم قاعده البيانات تاخذونها يعني من الوزارات، او الشخص انتم فاتحين مجال حق الشاب الكويتي هو يعطي معلومه؟ احنا قصدنا قاعده بيانات من ناحيه ان الاشخاص سيرتهم الذاتيه تكون بالموقع. ايه؟ فالشغله اللي في الموقع كل شخص يقدر يفتح اذا عنده رقم مدني وفوق 13 سنه يقدر يسوي سيرته الذاتيه، يحط فرصه للتعاون ويسوي بحث، يشوف على اشخاص مختلفين يتواصل معاهم يدز لهم مسج، وبنفس الوقت يضيف على صفحات المجتمعيه. احنا طبعا اول شيء ركزنا على شريحه الشباب واصحاب المشاريع اول شيء. تمام. يعني احنا نقدر نقول ان اوكي يلا هذا الشيء مع الديوان الاميري الكل خلي يسجلوا، يعني نحطه الزامي، بس هي مو الفكره ان انا الزم الشخص، نبي نحبب الشخص، نبي يشوف شنو قيمه هالشيء، وقاعد نطوره على حسب يعني ردود الافعال. فاحنا اخذنا فتره يعني يمكن مو بسرعه كل شيء صار، لان قاعد نحاول ندرس الموضوع. اول شيء سوينا النسخه التجريبيه، بعدين النسخه الاولى، وبعدين النسخه الثانيه بالملتقى هذا، واطلقنا التطبيق. يعني اخذناها بمراحل على اساس نشوف الاستخدام، فاكو شريحه كانت اصغر تستخدمه وتعطينا فيدباك، وشوي شوي الحين قاعد نتوسع. حلو تمام. ذكرتي من قبل شوي ان من الحين انت قاعده تجهزين انت وفريقك حق مشروع كفو الثالث. Yes. للسنة الجاية إن شاء الله. شنو رؤيتك المستقبلية للمشروع؟ طموحنا صار أكبر، يعني سنة عن سنة لازم نزيد. طبعا نبي أعداد أكثر، نبي يصير لنا فترة نتعرف على الكفاءات، يعني يمكن هالملتقى صار عندنا وايد عدد بسرعة فول، وما قدرنا أن يعني ودنا نسلط الضوء على ناس أكثر، يمكن كان الوقت ضيق أن نقدر نشوف سيرهم الذاتية ويكونوا ويانا. طبعا حتى أن يكون عندنا مرشدين راح يكون عندنا إن شاء الله إنجازات اللي نبي نعلن عنها، ويكون المجال حتى حق مشاريع يتعاونون فيها الشباب. هذا قبل شوية الزملاء المخرجين عادل رشيد ومحمد دشتي حطوا الموقع للتذكير مرة ثانية على الهواء. ولكن يعني يمكن سؤال أخير دكتورة، هل كفاءات الكويتية وهالقاعدة البيانات تحرصون أنها توصل للعالمية؟ والله عندنا شباب هذا اللي حق ثلاثة كفو ثلاثة إن شاء الله. إن شاء الله بالعكس. الله يعطيكم الصحة والعافية، وجهودكم واضحة وانتشرت من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة وأن هذا المشروع يحظى برعاية سامية من حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظ الله ورعاه. الله يعطيكم الصحة والعافية، وإن شاء الله نلتقي فيكم في مناسبات أخرى نتعرف على إنجازات الشباب الكويتي من خلال كفو. إن شاء الله. مشكورين على الاستضافة. حياك الله دكتورة، شرفتينا ونورتينا. احنا بكذي وصلنا معاكم الى ختام البرنامج، نشوفكم باشر ان شاء الله الساعه 8 مساء عبر الفضائيه الكويتيه من خلال برنامج اسواق المباركيه. شكرا لزميلي نجيب القحطاني، والشكر موصول الى منال العمران زميلتي. يعطيك العافيه سعد، مشكور ما قصرت. شكرا مشاهدينا الكرام على متابعتكم الجميله، شكرا رواد اسواق المباركيه على حضوركم ومشاركتكم معنا حلقتنا اليوم، والشكر موصول الى فرقه حمد بن حسين للفنون الشعبيه اللي شاركتنا بحلقتنا اليوم، والشكر لمخرجينا الافاضل. نطلعنا باشر من 8 إلى 9 اسواق المباركيه على تلفزيون دوله الكويت القناه الاولى. اشوفكم على خير، مع السلامه. تدري علامك يا الغاضي زعلان.
الغريب.